بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بيكم في الفيديو. نستعرض عليكم برنامج قوي جدا ومجاني ومهم جدا في إدارة البرامج والتطبيقات على الويندوز بشكل كامل. تقدر تستخدمه كبديل لمتجر تطبيقات مايكروسوفت لو ان متجر تطبيقات مايكروسوفت مش موجود عندك على جهاز الكمبيوتر، وتقدر من خلاله تحميل اي برنامج موجود على الانترنت، او تقدر من خلاله انك توصل الى اي تطبيق او اي برنامج وتحمله، تقدر من خلاله انك تحدث جميع البرامج عندك على الكمبيوتر بشكل منفصل او جميعها دفعة واحدة، تقدر انك تاخد من خلاله نسخة احتياطية من البرامج المثبتة عندك، كذلك الحال الغاء تثبيت البرامج وغيره الكثير. من الموقع الرسمي للبرنامج على مستودع الجيت هاب، البرنامج اسمه وينجيت يو اي. هتكون الصفحة دي او رابط الصفحة دي يكون موجود اسفل الفيديو. هتضغط هنا على عبارة ليتست بحيث انه لو في اي اصدار جديد متاح من الاداء او البرنامج تبدأ في تحميله. بعد ذلك هتنزل الى الاسفل، ومن اول خيار ده هتبتدي انك تضغط عليه وينجيت يو اي انستولر دوت اي اكس اي. هتضغط عليها ويبدا مباشره البرنامج في التحميل معك. وبالمناسبه البرنامج داعم الى اللغه العربيه لمن يريد استخدامه باللغه العربيه. بعد التحميل هتضغط على البرنامج، تبدا في عمليه تثبيته بالشكل الاعتيادي. بعد ذلك بتظهر معك هذه الواجهه، بيكون في عندك الخيار التثبيت لجميع المستخدمين على جهاز الكمبيوتر لو في عندك عده مستخدمين، او الخيار الثاني التثبيت لك فقط. بتختار اي من هذه الخيارات، على سبيل المثال التثبيت لي فقط كمستخدم واحد لهذا الجهاز. بعد ذلك من هنا تقدر انك تحدد لغة العرض للبرنامج، لكن من واجهة التثبيت دي مفيش اللغة العربية، لكن من داخل البرنامج متاحة اللغة العربية، فسيبه على الانجليزية. بعد ذلك اوكي، ثم انستول ونكست. ومن هنا بيكون في عندك خيارين لعملية التثبيت. الخيار الاول لو محتاج انك تستخدم البرنامج كنسخة محمولة دون الحاجة الى تثبيته، او الخيار الثاني لتثبيت البرنامج عندك بشكل كامل. حدد الخيار المناسب ليك، بعد ذلك نيكست ثم انستول، وثواني بسيطة وهينتهي البرنامج من عملية التثبيت. بعد ذلك هتضغط على فينيش وهيبتدي يفتح معك البرنامج، او هيبتدي البرنامج بشكل تلقائي من استكشاف جميع التطبيقات والبرامج المثبتة على جهاز الكمبيوتر. هيفتح معاك البرنامج على هذه الواجهة زي ما قلت لحضراتكم من خلال الاعدادات. لو انك محتاج انك تستخدم البرنامج باللغة العربية، فمن خلال ايقونة الاعدادات هنا هتضغط عليها. بعد ذلك عندك اول خيار هتضغط عليه، هتلاقي في عندك لغة العرض، هتضغط على هذا الخيار وهتلاقي عندك اللغة العربية، هتضغط عليها. بعد ذلك هتعمل ريستارت اعادة تشغيل للبرنامج، هيقفل ويفتح معاك تاني بشكل تلقائي لتطبيق اللغة العربية على البرنامج. بعد ذلك بيكون في عندك على اليسار جزء التنقل، اول قسم استكشف الحزم او استكشاف البرامج. من خلال هذا القسم بتقدر انك تبحث وتوصل الى اي برنامج او اي تطبيق محتاج انك تثبته على جهاز الكمبيوتر. على سبيل المثال مثلا انك محتاج برامج ميديا، فهتكتب هنا في مربع البحث ميديا بشكل عام، بعد ذلك انتر. بشكل تلقائي هيبتدي زي ما انكم شايفين من بدء البحث واستكشاف معظم او جميع برامج الميديا ويظهرها ليك هنا. تقدر بكل بساطة انك تحمل اي برنامج انك محتاجه كتطبيق مثلا بشكل منفصل، بتحدد التطبيق بعد ذلك من اعلى تثبيت الحزم المحددة لو في برنامج محدد محتاج انك تثبته. فزي ما انكم شايفين هتلاقي ان استكشف لك معظم تطبيقات الميديا. مثلا على سبيل المثال محتاج تطبيق بعينه مثلا الـ VLC، بعد ذلك انتر. هيبتدي بشكل تلقائي من البحث واكتشاف لك جميع البرامج بهذا الاسم. زي ما انكم شايفين هنا عند الاصدار مهم جدا انك تاخد بالك من الاصدار، لانه بيكتشف ليك عدة اصدارات من البرنامج، منها القديم ومنها احدث اصدار. دبل كليك مثلا على ايقونة البرنامج هنا يفتح ليك نافذة من البرنامج او صفحة التثبيت للبرنامج لو محتاج انك تعرف معلومات عن الحزمة، الاصدار ونوع المثبت وما الى ذلك. محتاج انك تثبت الحزمة هنا من خيار تثبيت، وهيبدأ في التثبيت معاك بشكل تلقائي. بما في ذلك لو محتاج صلاحيات المسؤول تقدر تحدد تشغيل كمسؤول ثم التثبيت، وهيبدأ في تثبيت عندك على جهاز الكمبيوتر. ايضا من الاعلى في ايقونة التثبيت كمسؤول او تثبيت الحزمة المحددة، بتحدد الحزمة وتثبيت. مثلا على سبيل المثال محتاج مجموعة برامج الغاء تثبيت البرامج الانستول، بتبتدي انك تكتب انستول بعد ذلك انتر. ثواني بسيطة وبيكتشف ليك جميع البرامج
الخاصه بعمليه الغاء تثبيت البرامج، مثلا على سبيل المثال البي سي ان انستولر، ايضا الهيب بيت ان انستولر، الاي او بيت انستولر وغيره من البرامج بما في ذلك الريفو انستولر. كل برامج الغاء التثبيت والوايز بروجرام ان انستولر مهم جدا هذا البرنامج في الغاء البرامج من جذورها على جهاز الكمبيوتر عندك. ودي طبيعه استخدام القسم الاول استكشاف الحزم اللي من خلاله بكل بساطه تقدر انك تستكشف وتوصل لاي برنامج على الانترنت من مكان واحد. وطبعا الموضوع مش مقتصر على تنزيل البرامج الخارجيه فقط، وانما تقدر انك تنزل من خلال هذه الاداه تطبيقات وبرامج متجر تطبيقات مايكروسوفت. على سبيل المثال مثلا انك مش موجود عندك متجر تطبيقات مايكروسوفت، او مش موجود عندك تطبيق معين من تطبيقات ويندوز الافتراضية، مثلا تطبيق اداة القص سنابنج تول او الال حاسبة او تطبيق بنت او اي من تطبيقات ويندوز الافتراضية. بنفس الكيفية بتكتب اسم التطبيق هنا في مربع البحث، مثلا على سبيل المثال نبحث على اداة القص سنابنج تول بعد ذلك انتر ثواني بسيطة، وبنفس الكيفية ابتدي من البحث واكتشاف لك هذه الحزمة او هذا التطبيق. زي ما انكم شايفين دي الاداة بتاعتنا سنابنج تول، دبل كليك عليها هيبتدي يفتح ليك نافذة استعراضية للاداة لو محتاج انك تتأكد مثلا هي دي الاداة او اداة اخرى. دي بالفعل اداة سنابنج تول تثبيت، ويتم تثبيتها عندك على جهاز الكمبيوتر. ايضا بيكون في عندك القسم الثاني تحديثات البرامج هنا، او من خلال هذا القسم لو اننا ضغطنا على ايقونة اعادة التحميل دي بيبتدي من استكشاف جميع التطبيقات والبرامج المثبتة عندك على جهاز الكمبيوتر. من خلال هذا القسم بتقدر انك تحدث برنامج ما معين، او بتقدر انك تحدث جميع التطبيقات المتوفر لها تحديث دفعة واحدة. زي ما حضراتكم شايفين دي التطبيقات او الحزم بما في ذلك حزم المايكروسوفت فيجوال سي بلس بلس، لو في متاح ليها تحديث تقدر انك تحدثه، تطبيق الميديا بلاير كلاسيك بالنسبة لي وغيره، او تطبيق المايكروسوفت تيمز وغيره من التطبيقات. كل التطبيقات المتوفر لها تحديثات هتظهر معاك هنا في هذه القائمة، تقدر انك تحدد تطبيق معين ان يتم تحديثه او ما يتمش تحديثه، او انك تحدد كل الحزم بعد ذلك من فوق تحديث الحزم المحددة، وهيتم تحديث عندك جميع هذه التطبيقات او البرامج. ايضا القسم الثالث الحزم المثبتة، هنا دي التطبيقات او الحزم او البرامج المثبتة عندك على جهاز الكمبيوتر. على سبيل المثال من هنا مثلا في تطبيق معين او في مجموعة برامج محتاج انك تلغي تثبيتها، مثلا تطبيق مايكروسوفت كليب تشامب، او مثلا تطبيق المايكروسوفت ايدج وغيره من التطبيقات. بتحدد التطبيقات اللي انك محتاج انك تلغي تثبيتها، ومن فوق الغاء تثبيت الحزم المحددة. ايضا بيكون في عندك هذا الخيار الغاء التثبيت كمسؤول لو مثلا هذا التطبيق مستعصي او يريد صلاحيات المسؤول في عملية الغاء التثبيت. تقدر من خلال هذا الخيار انك تعمل اجبار الغاء تثبيت لهذا التطبيق. بما في ذلك على سبيل المثال عندك عدة برامج مثلا من البرامج الخارجية اللي انك بتستخدمها مثلا، وبالمناسبة مثلا لما بيكون في تطبيق هنا في هذا القسم عليه هذا السهم، مما يعني ان هذا التطبيق في تحديث متوفر ليه. ايضا زي ما قلت لحضراتكم لو محتاج انك تاخد نسخة احتياطية من البرامج الخارجية اللي انك بتستخدمها، يعني مثلا على سبيل المثال مثلا هذا التطبيق الميديا بلاير كلاسيك وغيره من التطبيقات الخارجية اللي انك بتستخدمها على الويندوز، مثلا متصفح كروم، اي برنامج خارجي انك بتستخدمه محتاج في المرة القادمة انك تستعيد هذا البرنامج دون البحث عنه او دون عملية تثبيته، تقدر من خلال هذا البرنامج انك تاخد من هذه البرامج نسخ احتياطية وتثبتها باستخدام هذا البرنامج. على سبيل المثال نحدد هذا التطبيق بعد ذلك من هذا الخيار اضف المحدد الى الحزم. لو انك ضغطت على هذا الخيار فيحول هذا التطبيق الى هذا القسم الباكج باندولز الحزم، هتبتدي انك تحدد التطبيقات اللي انت اضفتها هنا بعد ذلك حفظ الحزمة ك، هيوجهك الى جهاز الكمبيوتر، هتحدد مثلا مكان عندك على اي كورس تعمله مثلا او تنشئ ملف وتسميه مثلا على سبيل المثال لو اننا ضغطنا على نيو فولدر مثلا بعد ذلك هنسميه مثلا نسخة احتياطية للبرامج، بعد ذلك مثلا هنحدد هذا الملف وسيف، كده تم حفظ نسخة احتياطية من هذه البرامج داخل هذا المجلد.
في المرة القادمة مثلا على سبيل المثال لو انك ثبت ويندوز او حصل مشاكل في الويندوز ومحتاج انك تستعيد هذه البرامج مرة اخرى، فطبعا بتثبت البرنامج بتاعنا الوين جيت يو اي. بعد ذلك هنا من خلال هذا القسم لو اننا حذفنا هذا البرنامج اصبح مش موجود، محتاجين اننا نستعيده تاني من خلال هذا الخيار open existing bundle، فتح الحزم الموجودة. بتضغط عليه، بعد ذلك بتتوجه الى جهاز الكمبيوتر وبتحدد الحزمة من المجلد اللي انك انشأته كنسخة احتياطية للبرامج. بعد ذلك open بيظهر معك هنا زي ما انكم شايفين البرامج، تقدر انك تحددها. بعد ذلك التثبيت المحددة ويتم تثبيتهم عندك على جهاز الكمبيوتر. وده البرنامج بكل بساطة برنامج ممتاز جدا في العثور على اي برنامج محتاجه، اي تطبيق انك محتاجه تقدر انك تعثر عليه وتحمله من خلال هذا البرنامج، تحدث جميع التطبيقات والبرامج عندك دفعة واحدة، الحزم المثبتة، انك تلغي جميع تثبيت اي برنامج حتى البرامج الغير قابلة للإزالة، او مثلا على سبيل المثال انك تاخد نسخة احتياطية من البرامج اللي انك بتستخدمها، بعد ذلك تقدر تستعيدها بكل بساطة وتثبتها على جهاز الكمبيوتر. فده هو الموضوع بكل بساطة. لو ان كان هذا الشرح مفيد ما تنساش من دعم هذا الفيديو بلايك، ولو عندك اي تعليق او اي استفسار قل لي في التعليقات، وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.